أيام جميلة، وبنتمنى بقى بكرة يكون يوم أجمل، ساعات بتفصلنا عن انطلاقة مباراة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وضربة البداية لابد أن تليق بالبطل، البطل في آخر 3 سنين نسختين، والفريق اللي كان بيخوض النهائي البطولة اللي فاتت في ظروف كلكم عارفينها، وشعار المرحلة إن إحنا لدينا صقر، لدينا صقر كروي. مش بالمفهوم الآخر، وده في الرياضة مطلوب، وده في الرياضة شيء جيد جدا طالما بنتنافس كأشقاء. عشان كده أكيد في البداية هيكون معانا مراسلنا المتألق دايما كريم أحمد، هيقول لنا الأخبار وهيطمنا على أخبار البعثة وآخر المستجدات قبل اللقاء المنتظر إن شاء الله. مساء الفل يا كريم. بدايه زملائي الاعزاء فارس واسامه، ويا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق، ودعم الجماهير ودعواته ودعواتكم ايضا كمان باذن الله تكون انطلاقه جيده تليق بالفعل باسم النادي الاهلي وبقيمته الكبيره. تحضيرات الحقيقه يمكن كانت جيده جدا، سواء من القاهره المباراه الوديه، المحاضرات الحقيقه يمكن كانت مكثفه جدا من مستر مارسيل كولر المدير الفني مع فريق النادي الاهلي على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي. الراجل بيشتغل بشكل كبير جدا مع الجهاز الفني بالكامل، والحقيقه لعيبه النادي الاهلي لامسين فيها كل التركيز والاصرار والرغبه من التدريبات ومن الاحاديث الثنائيه اللي بنشوفها. الكل قافل على نفسه، الكل على طول من الغرف الى المطعم ومن الغرف الى ايضا المحاضرات الى التدريب. فالحقيقه يمكن ده ليه مردود كبير جدا لامسينه، ويمكن هاكد على نقطه مهمه جدا، التدريب الاول. الامر ده مهم جدا، التدريب الاول شفنا الاصرار الكبير وشفنا الجديه وشفنا الرغبه في عيون لعيبه النادي الاهلي. التدريب كان مميز جدا، كان ساعه ونص للتدريب كله الحقيقه كان حماس. الراجل اشاد بالكل، كل اللعيبه عندها الحضور الكبير وعندها الرغبه الكبيره. ينقصنا ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. مباراه مهمه ومباراه صعبه جدا، المنافس بيحضر بشكل كبير، عنده قاعده جماهيريه كالعاده، لكن النادي الاهلي هو البطل وده اللي معودنا عليه. مهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف، توقيت المباراه، الطقس، كل الامور دي، النادي الاهلي ان شاء الله عنده هدف كبير جدا هذا الموسم باذن الله، ان هو يعود من جديد على كل منصات التتويج في كل البطولات، وان شاء الله املنا كبير جدا وثقتنا كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله يا كريم. جمهورنا كالعاده طبعا، جمهور النادي الاهلي في الايام الاخيره والساعات الاخيره طبعا من التحضيرات، انتهت طبعا التحضيرات الفنيه النهارده مع انتهاء المران الاخير على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير طبعا، اللي هيستقبل مباراه الغد في 3 عصرا هنا بتوقيت تونس، 4 عصرا بتوقيت القاهره. يعني زي ما اكدت وقلت، الملعب شكله الظاهري تقدر تقول ان هو جيد شويه، لكن بعد ما دوسنا في الملعب وشفنا الكوره وهي بتمشي واللعيبه على مدار 60 دقيقه النهارده كانت في التدريب، يعني النجيله ثقيله شويه. بنتمنى ان شاء الله لعيبتنا تتاقلم مع هذا الامر وتقدر انها توزع مجهودها بالكامل، لان النجيله العاليه دي شويه او الثقيله ممكن تسبب شويه كرامبات، فمحتاجه ان انت توزع مجهودك بشكل كبير. وده كان التحذير الحقيقه اللي اكد عليه مستر مارسيل كولر ايضا كمان والكابتن سيد عبد الحفيظ، ان لابد يكون في توزيع للجهد. الطقس الحقيقه مميز جدا في هذا التوقيت، يعني 3 عصرا عشناه النهارده في التدريب. يا رب يكون المناخ غدا والطقس يمكن يكون مميز ايضا كمان عن هذا اليوم، لكن الملعب مكشوف شويه، يعني لو في هواء الامور ممكن تكون فيها صعوبه شويه، لكن زي ما قلت لك طبعا زميلي فارس، زميلي اسامه ايضا كمان، مهما كانت التحديات هو هدف وحيد ان شاء الله النادي الاهلي هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يا كريم، يعني كنا حابين فعلا نطمن على الطقس وتحديدا المباراه في 3 عصرا، لكن طمني هل في حضور جماهيري من البعثه او الوافدين المصريين اللي موجودين في تونس؟ زي ما شفنا مثلا في الكويت كان في جماهير كبيره جدا يعني في مباريات السله، فهل في حضور جماهيري بكره ان شاء الله ولا القصه شكلها ايه؟ طمنا عنك. بالتاكيد طبعا كلنا منتظرين حضور جمهور للنادي الاهلي، هو محدد طبعا لجمهورنا، جمهور النادي الاهلي ليه 200 فرد يكونوا متواجدين. لسه الامور بالنسبه لنا مش قادرين نحسم العدد اللي هيكون متواجد قد ايه، لكن على الجانب الاخر الاتحاد المنستيري طبعا يعني هو كان اخد موافقه ب 8000، لكن اعتقد ان العدد ممكن يزيد. هم طبعا حاطين 10000 بس يكونوا متواجدين في الاستاد، فاعتقد ان العدد هيكون كامل بالنسبه لنادي الاتحاد المنستيري. لكن على الجانب الاخر انت عارف طبعا احنا مش في قرطاج، احنا بعيد شويه عن قرطاج، مطار المنستيري ممكن تكون عدد المصريين طبعا هنا قليل شويه، لكن منتظرين ان شاء الله مهما طالت المسافه جمهور النادي الاهلي داعم ومساند، ولابد يكون حضوره مهما كان قله العدد، لكن بيوصل للعيبه هتافهم وحماسهم وهتافهم ايضا كمان باسم النادي الاهلي وقيمته الكبيره. فان شاء الله باذن الله بنتمنى لفريق النادي الاهلي المستر مارسيل كولر اختياره للتشكيل لعيب النادي الاهلي يكون بتنفذ كل الواجبات، كل التكتيك اللي ممكن يتطبق بشكل كبير جدا، ايضا كمان استغلال الفرص شفناه في التدريبات الفينش، الراجل مركز بشكل كبير، قاري الشكل العام،
لكن على الجانب الاخر الفريق المنستيري مميز جدا، محتاج كل الجهد من لعيبتنا، محتاج أكيد. كل التركيز. وزع مجهودك، توفيق ربنا يكون معاك ان شاء الله، واللي نقدر نحسن بيه ويقدر يحسن بيه النادي الاهلي هذه المباراه هي شخصيه وروح فانيله الحمراء. زميلي كريم، خلينا اسالك، كتير جدا من الجمهور في اللحظات دي تحديدا بيبقى عايز يعرف اللعيبه بتقول ايه على الغدا، اللعيبه وهي رايحه التمرين، خلال التمرينات، بعد التمرين، بيتكلموا في ايه عن المباراه، حاسين بايه، استعدادهم النفسي، تهيئتهم النفسيه، في الحماس المطلوب، الجمهور بيحب يعرف ده دايما يعني. بالتاكيد هي نقطه مهمه جدا، ودي الادوار الكبيره اللي بتقوم بيها كباتن فريق النادي الاهلي في التجمع وفي لم الشمل وفي الاحاديث. الكل بياكد على الانطلاقه، لابد تكون رساله لكل الانديه، رساله لكل الفرق المشاركه في البطوله الافريقيه. مباراه خارج الارض، لكن النادي الاهلي عنده هدف، نتيجه ايجابيه، نقدر نحقق هذا الامر. كل الظروف يمكن اتحضرنا فيها بشكل كبير جدا، شفنا الرطوبه وشفنا الجو وشفنا الامور دي، ارض يمكن شفناها في اكتر من مباراه، الارض بتكون اسوا من كده، لكن لعيبه النادي الاهلي اللي بنسمعه واللي بناكد عليه ان الكل عنده هدف وحيد، هو الحصول على البطوله وليس هذه المباراه. لابد ان احنا نحصل على البطوله الافريقيه، لابد ان احنا نسعد كل جمهور النادي الاهلي. الموسم ده موسم مهم جدا للكل، لمجلس اداره النادي الاهلي، للاعبين، لاعضاء النادي الاهلي، لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. فباكد لك اللي لامسينه من فندق الاقامه، من الطياره، من كل الامور دي، ان اللعيبه عندها اصرار كبير ورغبه كبيره جدا ان تعود من جديد على منصه التتويج، وتكون انطلاقتنا مهمه جدا. عندنا مباراه عوده، هنقسم مجهودنا على شوطين، شوط اول هنا في تونس، شوط ثاني في القاهره. طبعا انت عارف المباراه بيلها ظروف، كل مباراة لها ظروف مختلفة بشكل كبير جدا، الكرة فيها متغيرات، ممكن تلاقي لعيب جاهز في التدريب وشفناه على أعلى مستوى يوصل للمباراة يشعر بأي ألم تخسره، لكن بنتمنى إن شاء الله لعبتنا محافظة على نفسها بشكل كبير جدا، توفيق ربنا بإذن الله يكون معنا، ويقدر النادي الأهلي إن شاء الله يعود من تونس بنتيجة إيجابية تساعده بشكل كبير جدا إن شاء الله في مشوار البطولة الأفريقية الصعب جدا، لكن النادي الأهلي قادر بإذن الله. إن شاء الله يا كريم، ويكون لعيب النادي الأهلي في الحدث وعلى قدر الحدث، وإن شاء الله يكملوا او يبداوا مشوارهم للنهائي الافريقي ويحققوا البطوله بعد السنه اللي فاتت. لكن كلمني على التفاصيل، كواليس الاجتماع الفني النهارده، والتيشيرت اللي هيلبسه النادي الاهلي والاتحاد المنستيري، وايه اللي دار من تصريحات للمديرين الفنيين خلال الاجتماع. يعني طبعا الاجتماع الفني الخاص طبعا بالفريقين، انت عارف طبعا الامور الاعتياديه الخاصه بالجانب الامني التنظيمي وصول فريق للنادي الاهلي، انت عارف الجانب المنستيري بيرتدي الزي الرسمي الاول القميص الازرق، النادي الاهلي يرتدي القميص الاحمر، كلها يمكن الامور ما كانش فيها اي مشاكل، الطلبات المعتاده للكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي، انت عارف بيبقى عندنا عدد من اللاعبين بيكون خارج القائمه مع عدد ايضا كمان من افراد البعثه، الاماكن المحدده فين، تامين الفريق، كل الامور دي ما كانش فيها اي مشاكل الحمد لله، بالنسبه طبعا بخبره الكابتن سيد الكبيره جدا طبعا كمدير كره للنادي الاهلي، كابتن سمير عدلي الحقيقه مدير اداره العلاقات الخارجيه بالنادي الاهلي، دورهم مهم جدا والطلبات بتكون الحقيقه في محلها. فيعني كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا، غدا ان شاء الله بقى منتظرين من البدايه، يعني زي ما اكدت التحرك، التامين، وصلنا الملعب في محيط سكني شويه، فاحنا معتقدين واكيد ان هيكون في الجمهور بيتجه في هذا الامر، فمحتاجين ان الوصول يكون في الميعاد المطلوب، ما يبقاش في اي معوقات، وده اللي بنعمله ان شاء الله من الجانب التونسي. الحقيقه هم قايمين بدور مميز جدا، لكن منتظرين اليوم الاهم ان شاء الله وهو يوم الغد، ويا رب ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون موفقه في مباراه الغد. ان شاء الله. اخيرا يا كريم، ويعني اسمح لنا بالاطاله، زياره السفير المصري النهارده للبعثه، كواليس الزياره كانت ايه؟ طبعا معالي السفير رياض فهمي، طبعا سفير مصر هنا في تونس، تواجد في فندق الاقامه، الحقيقه اصر يكون متواجد بصحبه طبعا رئيس البعثه الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان متواجد معاه. الراجل الحقيقه يمكن اكد على كل الامور الخاصه طبعا بالتحرك، لعيبه النادي الاهلي، الراجل مباشر ومتابع في كل خطوه، كان مهم جدا يكون متواجد ينقل طبعا رسالته ليه الاستاذ عامر فاروق ولعيبه النادي الاهلي ان السفاره متواجده بشكل كبير جدا، وكل الامور هتكون ان شاء الله باذن الله في مصلحه النادي الاهلي. الامور اعتاديه، انت عارف طبعا زياره السفير دي بتكون امر مهم جدا لبعثه النادي الاهلي اللي بتمثل طبعا جمهوريه مصر العربيه، وجوده كان مهم جدا، ان شاء الله باذن الله يكون غدا متواجد في المدرجات مع طبعا الاستاذ عامر فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والطاقم بالكامل، ويا رب ان شاء الله باذن الله ال 11 اهلاويه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كريم، بنشكرك جدا على الرساله الوافيه دي، اكيد جمهور قناه النادي الاهلي كل حاجة كان حابب يعرفها، كنت في قلب الحدث، أعتقد الكواليس، حتى اللعيبة بتتكلم إزاي، كان مهم أعتقد أسامة حتى إحساس اللاعبين وكلامهم مع بعض، الكلام كله عن المباراة، الأهداف اللي جاية، يعني في اهتمام كبير جدا وفي تحمس المباراة. بالتأكيد. شكرا يا كريم، ويعني منتظرين غدا إن شاء الله، وتغطية خاصة جدا المباراة، وإن شاء الله يكون دائما وأبدا وشك حلو على الفريق ونحقق الفوز بإذن الله، وتكون بداية قوية للانطلاقة. شكرا جدا.